السلام عليكم يا أخوان. درسنا اليوم عن كلمة to T-O-O ولها معنيين. كما قلنا في الفيديو السابق to لها معنيين، إما تكون جدا أو أيضا. الكلمة الواحدة في اللغة الإنجليزية يختلف معناها باختلاف الجملة. في الفيديو القادم سأضع أمثلة. I was too busy. I was too busy. إذا كنت أشترك معك في فعل أو شعور، أضع في آخر الجملة كلمة أيضا too. مثال على ذلك، مثلا أنت قلت أنا أحب الرياضة. I like sports. I like sports. أنا أقول، إذا كنت أشاركك في نفس الشعور أقول I like sports too. I like sports. بخصوص درس اللغة الفرنسية اليوم، الدرس سهل جدا، وكيف نقول نعم ولا باللغة الفرنسية. كلمة نعم باللغة الفرنسية تعني oui. oui. أما لا تعني no. كلمة no باللغة الفرنسية قلنا في الفيديو السابق no، مثل اللغة الإنجليزية no.